اهلا وسهلا بيكوا، زيكوا عاملين ايه؟ حبة فلفل قربوا يتبلوا، اسيبهم يترموا؟ استحالة، تعالوا نعمل بيهم حاجة لطيفة قوي. هنعمل فلفل مخلل. ازاي بقى؟ هناخده هنسلقه غلوة واحدة فقط لا غير، احطه على النار مع مية بغلوة واحدة بس، مش هيكون حامي خالص، هيكون حامي معقول نص النص. اغليه غلوة واحدة هيبقى بالمنظر اللي قدامكم ده. احطه في علبه، احطه في برطمان، هجيب كميه من الميه قد كميه الفلفل يعتبر، احط عليها خل واحط عليها الملح فقط لا غير، مفيش اكتر من كده. بقلبهم وهروح حطاهم على الايه، اقلب دوبي طبعا الملح كويس قوي، وبعدين هنحطهم بقى في العلبه اللي انا وريها لكم قدامكم دي، او برطمان زي ما انتوا عايزين اي حاجه. وطبعا مش مهم تمليها للاخر، كده كده هتلاقي الايه الفلفل بيهبط بس. وسيبيها كده بقى، غطيه وسيبيه يوم واحد تاكلي منه. الف هنا وشفا.